ينضم معنا للحديث عن استمرار الاعتداءات من قبل الميليشيات ضد أهالي وشيوخ محافظة صلاح الدين والتشكيك بنتائج تحقيق مجزرة البذور في صلاح الدين. معنا الشيخ فايز الشاوش الناشط السياسي. مرحبا بك شيخ فايز. يعني ما مبرر هذه المعاملة السيئة والاعتداءات التي يتعرض لها أهالي وشيوخ محافظة صلاح الدين من قبل ميليشيا السرايا؟ لماذا هذا الاستهداف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وإلى مشاهديكم الكرام. الرحمة والخلود لشهداء أهلنا في صلاح الدين وفي جميع المحافظات المستهدفة. أهلا بكم. وبالتالي ما يجري الآن في صلاح الدين بكل تأكيد جرى قبله في الفرحاتية، ولم يجرى أي تحقيق أو يكشف من هو القاتل. وفي منطقة في مناطق أخرى، وبالتالي هذه المناطق هي مسيطرة بكل تأكيد من قبل الميليشيات ومطوقة من قبل الميليشيات. كل هذه القرى يعني من أربع جهات هي تحدها الميليشيات المتواجدة هناك، وإن هذه السيطرة من قبل الميليشيات هي التي مسؤولة، هي المسؤولة عن ما يجري من قتل واستهداف في هذه المناطق. والغاية منه هو تهجير هذه المناطق والإذعان للميليشيات وعدم معارضتها. وما يثبت ذلك هو مطالبة أبناء هذه المناطق بتسليحهم لغرض الدفاع عن أنفسهم، ويقابلها رفض حكومي ورفض مقتدر الكتل والميليشيات المتواجدة داخل الحكومة وداخل قبة البرلمان. طيب شيخ فايز، لماذا تستسلم أو لماذا تستمر سلطة ونفوذ ميليشيا السرايا على محافظة صلاح الدين؟ يعني ألم تنتهي العمليات العسكرية؟ يعني بكل تأكيد، لأن هذا الطريق الرابط من سامراء إلى بيجي إلى صلاح الدين إلى الحدود السورية العراقية. هذا خط هو بتكليف أو بتوجيه من إيران يجب السيطرة على هذا الخط الذي يربط إيران بالعراق في سوريا ثم إلى لبنان. وبالتالي لم تستقر هذه المحافظات ما دام هذه العملية السياسية قائمة، وما دامت سيطرة إيران وميليشياتها على هذه الخط وعلى كل مفاصل الدولة العراقية، على كل ملفات الدولة العراقية الأمنية والسياسية والاقتصادية. ومن هنا سنقول بأن ما يجري الآن في صلاح الدين هو ليس أول ليس الحالة الأولى أو الحالة الأخيرة، بل ستواجه هذه المحافظات أفعال أخرى وقتل آخر ما دامت هذه الميليشيات قائمة. وما يثبت ذلك مطالبة أبناء هذه المناطق بإخراج الميليشيات والقوات الحكومية، والمطالبة بتكون أمن هذه المحافظة أو أمن هذه القرى والمناطق من قبل أبنائها، من قبل الشرطة، ومن قبل وتسليح أبناء هذه المناطق لغرض الدفاع عن أنفسها. وما يبدو من رفض حتى لا تكشف القتلة وحتى لا تكشف هذه الميليشيات، وسيبقى تضرعا بداعش تارة وتارة بدوافع بتيارات أخرى. شيخ فايز، لأن ما يجري الآن هو ليس تنظيم داعش، وتنظيم داعش قد اتهم هذه المناطق، وتنظيم داعش بكل تأكيد هو تنظيم وفق القانون الدولي هو تنظيم إرهابي، ولكن هذه المجزرة ومجزرة الفرحاتية وقبلها من المجازر هي جميعها تقوم بها الميليشيات لأغراض طائفية ولأغراض تغيير ديمقراطي وللحفاظ على هذا الخط الرابط بين إيران والعراق وسوريا. طيب شيخ، لماذا يرفض شيوخ القبائل نتائج التحقيق في مجزرة قرية البذور؟ يعني لماذا شنو؟ يعني تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن ارتكاب هذه الجرائم، ولكن لماذا يرفض شيوخ القبائل يعني نتائج لجنة التحقيق في مجزرة قرية البذور جنوبية كريت؟
يعني بكل تأكيد هناك حالتان يرفضون بها. نعم. الأولى قد يخشون رجوع أو عودة هذه الميليشيات إليهم ويتم تصفيتهم، ومن الناحية الثانية هم متأكدون بأن هم أبناء المنطقة وأهل مكة أدرى بشعابها بأن ما يجري الآن هو سيطرة الميليشيات ولا وجود لداعش أو عناصر داعش هناك. نعم. طيب يعني شيخ فايز الشاوش، إلى أي مدى تتحمل الحكومة مسؤولية ما يجري؟ لماذا لا نرى مثلا يعني إجراءات حازمة موجودة على الأرض فعلا لتحقيق العدالة أو حل لموضوع يعني انفلات السلاح الميليشيات؟ يعني هناك مناطق بأكملها تحولت إلى سجون تحكمها الميليشيات، كيف تنظر إلى موقف الحكومة من ما يجري؟ ليس فقط هذه الحكومة بل كل الحكومات المتعاقبة بعد 2005 هي لا تمتلك الصلاحية على هذه الميليشيات، بل إنما السلطة بالعراق الآن وفي جميع مناطق العراق هي للميليشيات وقادة الميليشيات وبأوامر إيرانية، ولا توجد أي سطوة أو أي أوامر تمتلكها الحكومة على هذه الميليشيات، وتحدى هذه الحكومة أن تقوم باعتقال أحد عناصر هذه الميليشيات او ما يسمى بالحشد تحت اي جريمه او تحت اي ذريعه، لان السلطه ليس للحكومه بل انما للميليشيات ولقادتها. الشيخ فايز الشاووش الناشط السياسي، نشكرك شكرا جزيلا.